طبعا مشاركتي في هذه الدورة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أنا كرمت في هذا المهرجان كفنانة عربية ضمن الفنانين المكرمين في المملكة العربية السعودية في الرياض، وأيضا أنا موجودة الآن في المعرض هذا اللي يحوي العديد من القنوات الفضائية العربية والشركات العربية المنتجة والكثير من الأشياء. سعدت أيضا بأن تحتضن المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض مثل هكذا فعالية عربية مهمة اللي هي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بهذه الحفاوة بهذا الترتيب الجميل والرائع حقيقة، يعني بكل شيء مرتب وكل شيء جميل واعتناء بالضيوف، هذا طبعا يحسب للمملكة العربية السعودية في إدارتها لمثل هكذا مهرجانات مهمة. أتمنى إن شاء الله التقدم والمزيد من العطاء الكبير للمملكة العربية السعودية بالذات في الجانب الثقافي والفني بعد هذا الانفتاح الجميل والرائع على الثقافة والفن العربي بل وحتى العالمي. شكرا جزيلا. الفنانة العراقية شذا سالم. شذا، كان في سؤال يطرح بين الان، احنا مفتقدين للدراما العراقية. نعم. متى ان شاء الله تكون لنا عودة قوية؟ ايش اللي يمنع انها تعود ان شاء الله؟ لا هي أكيد ما في مانع، بس بسبب الظروف اللي كان بها يمر العراق طبعا فكان هناك قلة بالأعمال، لكن الآن هناك عمل متواصل، وخاصة بعد أن صارت قناة الام بي سي عراق. الام بي سي عراق يعني حقيقة يعني الآن في تواصل الأعمال الدرامية العراقية بل وحتى الأعمال الثقافية والفنية العراقية، وهذا شيء جميل إن شاء الله. نتوقع أنه يزيد الأعمال الدرامية العراقية خلال هذه السنوات وترجع إلى سابق عهدها إن شاء الله. شكرا بزيارتكم، وحسب ما طلبتم بريف سريع عن المدينة، المدينة الإعلامية موجودة الآن في حي القيروان على مساحة 300 متر مربع، موجود فيها تقريبا عدد من الاستديوهات، تقام فيها حاليا أكبر البرامج في الوطن العربي مشاهدة سواء على ام بي سي أو التلفزيون السعودي، تقام حاليا في المدينة الإعلامية في شمال الرياض. وأيضا هذه المرحلة الأولى اللي حسب الخطة، المرحلة الثانية اللي عرضناها في هذا المعرض هي الخطة الجديدة للمدينة، بدأنا فيها في إنجاز، وهي على مساحة 1,000,000 متر مربع، حتكون مقر جديد للمدينة يبعد عن المقر الحالي تقريبا 2 كيلومتر، حتكون مرتبطة في بعضهن في عبر شبكة خصوصا للتقنيات الفضائية، حتكون مربوطة بشبكات ربط عن طريق الفايبر وعن طريق الميكرويف. ايش طلعتكم مستقبلا ان شاء الله بعد منافسة عالمية؟ والله نتمنى أن نصل إلى طموح الأمير محمد بن سلمان، فقط فقط هذا اللي نبغاه. طب نسأل عن استقطاب الشباب قريبهم، ايش بيكون دور المدينة؟ المدينة الإعلامية هي حراك، هي وجودها يسبب حراك في الإعلام. لما تجمع مثل هذا المؤتمر، إذا حبيت أقارن في وجهة النظر، نفس المؤتمر هذا لما تجي تشوف الشركات في جنب بعض تشوف كذا، هي المدينة الإعلامية نفس هذه الفكرة يعني بطريقة أو بأخرى. يعني نقول هي المدينة الإعلامية الوحيدة في السعودية إلى مدة 10 سنوات. نعم. يا هلا بك. أنا اللي خلاني أجي هنا لأني مهتم بالإعلام من أكثر من 20 سنة، أحب الإعلام. الحين زيارتك المعرض اليوم، ايش اللي كان في ذهنك شيء معين ونقيته هنا في المعرض؟ والله لقيت تفاعل الاشخاص والدورات، وان هذا شيء حراك فني واعلامي اول مره تحضر من السعوديه يكون، ولو تشرف من رئيس هيئه اذاعه التلفزيون عبد الحافي جاء وشرف حضر
هذا شيء كويس. بسألك عن كيف تشوف فرص ذوي الإعاقة مثلا في الدخول لمجالات الإعلام متاحة ولا في عقبات؟ والله بأمانة وصدق فرص قليلة للجميع، ولكن ذوي الإعاقة أقل بكثير من غيره. شلون يتجاوزوها قليلا؟ أنا أشوف أخوي المحتوى الجديد السوشيال ميديا متاح للجميع الفرصة ويفتح، بقي علينا نسوي الفلترة ونختار المحتوى الكويس ونضيفه لنا سواء كنا ذوي إعاقة أو حتى غير ذوي إعاقة. غير الإعلام أنا فنان تشكيلي، فن الحفر على السجاج، فن أسلوب ريادي ومبتكر، تعرفت عليه من خلال الأستاذة لولو اليحيى فنانة السعودية وتحت لي هذا البيز. طيب وش يقدر يقول طلال للمستقبل، وش طموحك انت ان شاء الله؟ والله بالمستقبل ان شاء الله يكون لي برنامج خاص فيه الاعلام ان شاء الله، لانه انا شغوف في هذا المجال واحبه كثير، ان شاء الله انه اقدم المفيد فيه واتميز، لاني كنت في لحظه في يوم من الايام مراهق. طيب بسألك وش رسالتك، يعني نبغى نسأل من خلالك رسالة لإخوانك ذوي الإعاقة اللي عنده الهمم اللي عندهم تطلعات المجال ودخول المجالات الإعلامية. والله الله يوفقكم ويدخلوا في الإعلام، ولكن تميزوا عن غير في الإعلام. الإعلام أصبح الكثير يدخل الإعلام، الإعلامي وغير إعلامي، لازم نتميز في هذا المجال شيء يتفرج فيه. في كلمة تحب تختم فيها ضيفها؟ والله أحب أشكرك على أنك أتحت لي فرصة بالعكس وأني أقول عندي فقط الشعور اللي أنا أشوفه وجودي في هذا المكان، هذه رسالة للمجتمع انظروا لذوي الإعاقة بنظرة طبيعية جدا وأنهم يجلسوا على يتجزأ من المجتمع. أحسنت مرة بعيدة إن شاء الله، يعطيك العافية أبو السعيد. الله يطول عمرك.